سيد بسام، أهلا بك. يعني من خلال رصد كل هذه الاحتجاجات وتداعيات استشهاد الشيخ خضر عدنان، يعني ما ينذر به الوضع فلسطينيا، وماذا عن المتوقع من المقاومة الفلسطينية؟ يعني أولا هناك رسالة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما هددوا به بتوسيع قائمة الاغتيالات كما تم الإعلان عنها قبل فترة في محاولة تهديد للحركة الوطنية الفلسطينية مرة أخرى بنفس الأساليب التي كانت تتبع في السابق. خضر عدنان هو شهيد بطل ورمز بطولي للشعب الفلسطيني طوال مسيرته الكفاحية، كان صلبا وذو عزيمة قوية جدا في مجابهة الاحتلال، وأثبت من خلال الإضرابات المتواصلة التي خاضها وتمسكه بالحرية وبالاستعداد للتضحية والشهادة في سبيل ما يؤمن به ويرى بأنه يجب أن يتحقق له، يؤكد هذا المظهر البطولي لخضر عدنان. وفي ذات الوقت يؤكد المظهر الفاشي للاحتلال الذي كثف كل ممارسات أجهزته القمعية المختلفة سواء في إدارة السجون أو في الشباك أو في الجيش أو في الحكومة من أجل عملية اغتيال منظم لهذا البطل القائد الفلسطيني، وبحيث أن هذا مظهر جديد وإضافي على عنصرية وفاشية هذا الاحتلال. الشعب الفلسطيني بالتأكيد لن يستسلم أمام هذه الممارسات المتنوعة وأمام هذه الجرائم المنظمة، وبالعكس يزداد جذوة في نضاله من أجل التحرر الوطني والاستقلال. ورسالة خضر عدنان لشعبنا كانت واضحة بأنه متمسك حتى النهاية بحقوق شعبنا بمجابهة الاحتلال، وبالتالي هو ينضم إلى قافلة الشهداء الذين قضوا من أجل فلسطين وإلى القائمة الطويلة من المناضلين والأسرى الفلسطينيين الذين يناضلون يوميا من أجل إنهاء هذا الاحتلال. المجد والخلود في الأساس لخضر ولكل شهداء وشهداء شعبنا، ولكن في نفس الوقت الخزي والعار لهذا الاحتلال على ممارساته العنصرية الفاشية المتنوعة، وكذلك على صمت العديد من المؤسسات الدولية التي تمارس وتظهر بمعايير مزدوجة في كل القضايا بما في ذلك حتى في أبسط قضايا التي تخص حقوق الإنسان التي اعترف بها من كل دول العالم. ماذا عن مستقبل الأسرى بعد خضر عدنان برأيك سيد بسام؟ المعركة ضد الأسرى مستمرة، وكما شهدنا أن هذه الحكومة حاولت أن تصاعد هذه المعركة من خلال ممارسات عديدة لإدارة السجون ومن خلال قيادة هذا البأفون بن جفير الذي يريد أن يعيد الأسرى إلى سنوات طويلة عندما لم تكن هناك أي مكاسب محققة لهم عبر نضالاتهم في السجون. ولذلك المعركة مستمرة ومتواصلة. نحن كسبنا جولة في هذه المعركة خلال الشهر الماضي، حيث أجبرت إدارة السجون على التراجع عن إجراءاتها التي كانت تريد أن تمارسها بحق الأسرى، ولكن هم هذا لا يعني أنهم سلموا بذلك، بالعكس يعودوا لزيادة هذه الممارسات والإجراءات وأيضا لممارسة القتل البطيء للأسرى الفلسطينيين. هناك أسرى مرضى أيضا يتعرضون إلى نفس الخطر الذي تعرض له الشهيد خضر عدنان، ونحن لا نتوقع من حكومة الاحتلال التراجع، بل نتوقع منها زيادة ممارساتها الفاشية داخل السجون. ولذلك المنطق الصحيح هو تماسك الحركة الأسيرة كما عودتنا دائما والتفاف شعبنا بأسره حول هذه الحركة. شكرا جزيلا لك من رام الله. سيد بسام الصالحي، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير.